عيد ميلاد وذكرى سعيدة جدا لأحد أساطير وأحد نجوم النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة، تحديدا في الألفية الجديدة. سطر تاريخ وعمل إنجازات عظيمة جدا، سواء في المشوار الإفريقي أو حتى في المشوار المحلي. لعب مع الأهلي فترات طويلة، لكن لما اختتم مشواره القروي مع النادي الأهلي حمل دوري أبطال إفريقيا عام 2013 وهو كابتن النادي الأهلي، ثم في 2014 فاز مع الأهلي بأول بطولة كونفدرالية وهو مدير كورة. نجم كبير، لعب مع المنتخب بطولات عظيمة، لعب كأس إفريقية، كمان تألق في كأس العالم للقارات، لكن للأسف من سوء حظ وسوء حظ الجيل ده ما لعبش في كأس العالم، لكن كان إنجازاته كبيرة جدا في كأس العالم ومع الأهلي في البطولات الإفريقية. الصخرة والجمعة، كل سنة وانت طيب يا صخرة.